مرحبا، أنا أتواجد هنا في مشروع بيت لاهية، تحديداً فوق ركام المربع السكني الذي دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم على رؤوس ساكنيه. في هذه الجولة الخاصة لقناة الجزيرة المباشر نرصد لكم حجم الدمار الهائل الذي حل في هذه المنطقة. كما نشاهد عبر شاشة الجزيرة مباشر حجم الدمار الذي حل في أروقة هذا المربع السكني. الذي نسف ودمر على رؤوس ساكنيه فجر هذا اليوم. نلتقي هنا بأحد شاهدين المجزرة، يعطيك العافية حج. حج، حدثنا ما الذي حدث فجر هذا اليوم وأنتم في بيوتكم آمنين؟ والله يا أخي إنه إحنا كنا نامين الساعة 10 بالليل، بعدين ما شفنا غير هالانفجار وإحنا قاعدين في البيوت، تهدمت على البيوت كلها، هي من هاي الدار وهاي الدار وهاي الدار وهاي الدار، يعني فوق المية طن هذا متفجرات نزلوا علينا، وإحنا مش عارفين وين نروح وين نيجي. والعالم كلها تتفرج علينا، ما فيش اي شيء، يعني وين بدنا نروح؟ فيش مأوى الا نروح غير هذا. دمرونا في جباليا، في المعسكر جباليا، دورونا في مشروع بيت لاهية، دورونا في كل قطاع غزه، كل قطاع غزه يعني كلها تدمرت، وبدوا يخلونا نروح على الجنوب، بعد الجنوب ملانا الجنوب ناس كثير. بظل يعني الدمار الهائل والعمليه العسكريه، هل ستنزح الى الجنوب يعني؟ والله انا مش عارف كيف، يعني الناس يعني الامم المتحده وامريكا كله، امريكا اللي بتعمل فينا هذا، امريكا اللي بتجيب الاسلحه، اللي بتجيب الذخيره لاسرائيل وبيجي بيحاربوا فينا. احنا ايش هذا؟ طيب في قلب البيوت يهدموا البيوت علينا. اليوم 45 شهيد من البيت، 40 شهيد الليله استشهدوا، اطفال ونساء واولاد وصغار وكلهم، ولسه في هذه العماره فيها تحت الردم، كلها في بطلع 20 نفر تحت الرد، والعماره هذه فيها، يعني مش عارفين ايش نعمل، ايش نسوي احنا، والوطن العربي بيتفرج علينا مش شايف. هيك يعني وين بدنا نروح اصلا؟ وين بدنا نروح احنا؟ على الجنوب ما فيش اماكن نروح فيها على الجنوب، وانا يعني اختار مش قادر اروح ولا قادر اجي، عمري 80 سنه انا عندي، مش عارف انا وين بدي اروح وين باجي، يعني لا اكل ولا شرب ولا ميه، البنيه التحتيه كلها تهدمت. كل البنية التحتية تهدمت، طلعت شايف السوق ما فيش عندك خضروات، ما فيش عندك خضروات كمان، ممنوع الخضروات تجي علينا، لا بطاطا ولا بندورة ولا كوسة ولا بتنجان ولا أي شيء عندنا، حتى يعني نسبة لحمة إلا سنة كاملة ما ذقناش اللحم المرة، لا طيور ولا بقر ولا أي شيء، يعني إحنا تستمر جولتنا عبر شاشة الجزيرة مباشر لنرى حجم الدمار الهائل في هذا المربع السكني. نلتقي هنا بشاهد آخر على تلك المجزرة، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. حدثنا ما الذي حدث لكم فجر هذا اليوم وأنتم مواطنين آمنين في بيوتكم، تم استهدافكم وحل في هذا الاستهداف دمار هائل كما نشاهد. صحيح، احنا كنا نائمين قرابة الساعة 12 ليلا، يعني فجر هذا اليوم تفاجأنا واحنا نائمين في بيوتنا، زلزال، حقيقة زلزال ضرب المنطقة. طبعا كل اللي في الحارة هان أناس آمنين، نساء، أطفال، شيوخ، ليس لهم علاقة بأي شيء. تفاجأنا وإذ بالضربة بتنزل المربع السكني هذا كامل، كله تبقى على الأرض، والعماير كلها صارت الردم فوق رؤوسنا. نزحنا مع الناس نساعد، لقينا ناس تحت الأنقاض، قدرنا نطلع ناس من تحت الردم، منهم عايشين ومنهم أموات. في جثث اليوم الصبح مع الأسف لقيناها، كانت الكلاب قاعدة بتنهش فيها، فإحنا طلعناها من وراء، لقينا الكلاب قاعدة بتنهش في 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 هذه الجثث، فكان المشهد مرعب والمنظر مأساوي. وإحنا على تحدي إنه هذه المنطقة كلها آمنين، ما فيها أي إنسان بشكل أي خطر عسكري على أي أحد. يعني في ظل يعني التهديدات الاسرائيليه والقصف المستمر والنزوح المتكرر، يعني هل ستنزح جنوب القطاع؟ ما رسالتكم
احنا لنا عام اكثر من عام واحنا على في هذا المكان في شمال قطاع غزه. نزوح هذا قرار غير وارد عندنا ان شاء الله، باقيين في الشمال وصامدين ان شاء الله، واللي بدهم يعملوا يسووا، ايش بدنا نعمل؟ لا حول لنا ولا قوه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا نلتقي هنا بشاهد عيان اخر على المجزره التي حدثت هنا فجر هذا اليوم، يعطيك العافيه. الله يعافيك. حدثنا عن المجزره التي حدثت والدمار الهائل في المربع السكني كما نشاهد الان. والله احنا كنا قاعدين ويغفر لك الله، ما لقينا الا طيران بالضبط، قاعد صواريخ مش بكل فج ومين، ما لقينا الا الدنيا بتطير وغبره ودخان، ما عرفناش ايش بدنا نسوي. صرنا نشرد يمين شمال، الناس تشرد، وفي شهداء كثير تحت الانقاض هنا، فوق 70 شهيد ما يقارب. هذول عائلتين مع بعض، وفي منهم نازحين كمان من مناطق ثانيه ومن مدارس، في نزحوا من المدارس اللي عند ابو راشد وعند وزتون، واجوا سكنوا عند العائلات هذول، استضافوهم فكان القدر انهم يستشهدوا في هذه المنطقه. رسالتنا انه ما حد يثق بكلام الجيش الاسرائيلي ولا بحرف، بيبعتك على منطقه بقول لك امنه، والمنطقه الامنه بضربك فيها. وين المناطق اللي بقول لك امنه؟ ابعد عنها. احنا كثير قالوا لنا مناطق امنه ونتواجه بقصف ونتواجه بدمار ونتواجه بشهداء، بعثونا على الفخوره، بالفخوره ايش لا؟ بعثونا على بيت لاهي، بيت لاهي هي مجازر وهم داخلين على الحدود من بيت لاهي وبقربوا علينا قاعدين. فيش منطقه امنه، كله كذب في كذب، الجيش الاسرائيلي بس كذب. بقول لك هذه منطقه امنه وهم كذابين، فيش منطقه امنه. لا مدرسه امنه، لا دار امنه. لا بيارة آمنة، لا حوش آمن، لا شارع آمن. يعني أنا بحكي معك هلقيت ممكن في أي لحظة تلاقي هلقيت ماشي أنا في الشارع العام قاد خبص وقعد ستنهاوزر قدامنا، الناس هيك قلب الشارع وين بيلاقوا تجمعات مواطنين بخبطوهم. كان الله بعونهم هربا من الموت، ولكن الموت يلاحقهم في كل خطوة في هذه الحياة. نلتقي هنا بشاهد عيان آخر، يديك العافية. يا هلا هلا وسهلا، تفضل. حدثنا عن المجزرة التي حدثت. والله احنا يعني المربع السكني الذي دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم على رؤوس احنا ناس مدنيين وعندنا أطفال وعائلات يعني ونسوان وأطفال وبنات صغار. فجأة واحنا يعني بأمان الله قاعدين في البيت للصاروخين اف 16 بينزلن، صاروخين ضخمات كبار نزلن على المربع، على المربع دمرن اللي هو ايش، دمرن المربع الحي سكني كله اطفال وفيش يعني لا عسكريين ولا حاجه، كله ناس مدنيين وناس مسالمين وناس اللي هو يعني ما بس بدهم يعيشوا خلص. ف هالن الحيطان على بناتي، هان الحيطان على بناتي. يعني تفاصيل كيف يعني اللحظات الاولى للمجزره، يعني الساعه 10 كونه الاستهداف كان في منزلك مباشر. الساعه 10 بالمساء بلشوا الاطفال اللي عندي يناموا، امهم تنيمهم، فاللهم صل على سيدنا محمد. تفاجأنا بصوت اللي هو القصف، مش قصف، زلزال، براميل زلزال. يعني هذول بيستخدم للمواقع العسكرية. احنا هنا حي مدني زي ما انت شايف وزي ما انت بتصور وشايف الصورة. ناموا البنات الاطفال بأمان الله. فجأة على الساعة 10 اللي صار الانفجار الرهيب. فقعدنا نقيم الردم، نطلع البنات بقدرة ربنا، خمس اطفال الملائكة حفظتهم بقدرة ربنا، ما انخدشوش. الردم كان عليهم ردم وزي ما انت شايف كيف البطون والحجار وقع عليهم علو متر. قعدنا انا والشباب تبعون الحي وتبعون الحاره والناس ساعدونا ونزلنا الاطفال، والحمد لله رب العالمين ما استشهدوش. انكتب لهم عمر جديد يعني. واحنا يعني ناس ابرياء ومدنيين، ملناش اي شيء في العسكر نهائي ولا لنا في الكلام هذا. استمر الجولة في هذا المربع السكني في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. لا خيار أمامهم سوى الموت، فالموت يلاحقهم في كل درب من دروب الحياة. لقناة الجزيرة مباشرة، محمد الشريف، مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.